إن شاء الله نبدأ في الوحدة الثانية في الهندسة. هندسة كنا أنهينا الوحدة الأولى اللي كانت تتكلم على التشابه وكل تطبيقاته، وكان آخر درس معانا هو تطبيقات التشابه في الدائرة، وكان معانا في التطبيقات ثلاث أو أنواع من التطبيقات: تطبيق وترين أو تقاطع وترين داخل دائرة، وتقاطع قاطعين خارج دائرة، أو قاطع ومماس، قاطع مع مماس. وكلهم استنتجناهم من التشابه زي نظرية إقليدس بالضبط، إن إحنا عرفنا إن إقليدس أصلاً جابها من التشابه برضو. طيب النهاردة إن شاء الله بإذن الله هندخل في وحدة بتتكلم عن برضو الأجزاء المتناسبة، ولكن مش بسبب التشابه، بسبب التوازي. الأجزاء المتناسبة والخطوط المتوازية، أو الخطوط المتوازية والأجزاء المتناسبة. العنوان مكتوب كده في الكتاب: الخطوط المتوازية والأجزاء المتناسبة على العموم. في علاقة ما بينهم هما الاثنين هنوضحها في هذا الشكل. لو احنا افترضنا ان ده مثلث اسمه ألف ب ج، تمام، ورحنا رسمنا في هذا المثلث قطعة مستقيمة موازية للقاعدة وسمناها داله، طبعا انت كده تم انشاء مثلثين متشابهين. فاكرين مين هما المثلثين المتشابهين؟ ألف دال ه وألف ب ج، بسبب تساوي قياس زاوية ب مع زاوية ألف دال ه بالتناظر، وتساوي زاوية ج مع ألف ه دال أيضا بالتناظر. أما زاوية ألف فهي زاوية مشتركة، ولو إن إحنا ممكن نكتفي بشرطين أو زاويتين فقط زي ما قلنا. المهم إن المثلثين اللي قدامك دول متشابهين، صح الكلام؟ طيب لو إحنا قلنا إن المثلثين اللي قدامنا دول متشابهين، فعايزين نكتب المثلثين بترتيب الرموز، فهنقول ألف دال ه يشابه المثلث ألف ب ج. تعالوا نكون التناسب اللي هيحصل. أنا حتى الآن شغال تشابه، بس عايز أصل للمعنى الجديد. ألف دال على ألف ب، دال ه على ب ج، ألف ه وأخيرا على ألف جيم. حلو كده الكلام؟ طيب جميل جدا. خدنا خاصية في ثالث اعدادي بتقول ان مجموع المقدمات على مجموع التوالي يساوي احدى النسب، صح؟ يعني احنا لو عملنا عملية كده جمعنا فيها المقدمين دول على التاليين دول هتنتج نسبة جديدة هي اصلا مساوية للنسب كلها، صح؟ طيب الخاصية دي لما كنت انا بتكلم فيها في ثالث اعدادي كنت بقول ان الخاصية لا تقتصر فقط على مجموع المقدمات، مطروحهم طرحهم او ضرب واحد فيهم في عدد معين ثم جمعهم او طرحهم. من الاخر الخاصيه بتاعه الثالثه عادي ما تقولش بس مجموع المقدمات، بتقول ايضا مطروح المقدمات او اي عمليه تحصل على المقدمات بس تعمل زيها على مين؟ على التوالي. ركزوا معايا، لو قلت انا نص بيساوي 3/6، التناسب ده صحيح ولا لا؟ صحيح طبعا. 1/2 بتساوي 3/6، لان دي لو قلت لا نص، هات كده مجموع المقدمات، مجموع التوالي اهو، مجموع المقدمات على مجموع التوالي بيساوي احدى النسب، بيساوي نص برضه. طب اطرح لي كده المقدمات واطرح لي التوالي، هيدي لك 2/6. ما انت هتطرح التوالي برضه يا دنيا، يبقى تبقى 2 على كام؟ هل هذه النسبة الجديدة تساوي سابقاتها؟ تساوي، والله كلهم متساويين. يعني من الاخر الخاصية مش مقتصرة على مجموع المقدمات، لا ممكن اطرح المقدمات، ده كمان ممكن اعمل حاجه تاني، ممكن اضرب النسبه دي في 5 واضرب النسبه دي في 3 واجمعهم. يعني من الاخر انت ممكن تعمل نسب لا نهائيه من هذه الخاصيه. تعالوا نستخدم الخاصيه دي هنا، بس مش هعمل مجموع المقدمات. النسبتين دول دي ونقول معاهم ألف دال ودية مثلا، النسبتين دول معايا. لو استخدمنا في النسبتين دول ألف دال على ألف ب، ألف دال على ألف ب، يعني نستخدم فيهم خاصية الإبدال. خاصية الإبدال إيه؟ خاصية الإبدال دي كمان
ممكن ألف دال على ألف ب يساوي ألف ه على ألف ج، ممكن تستخدم خاصية إيه؟ الإبدال. عارفينها في ثالثة إعدادي، إن أنت تجيب التالي ده اللي هو المقام تجعله مكان المقدم ده، وتجيب المقدم تجعله مكانه، صح؟ خاصية دي في التناسب. بصوا اللي عملناها هنا هتنتج تناسب صحيح، هتبقى واحد على ثلاثة تساوي اثنين على ستة، ناتج صحيح واحد على ثلاثة تساوي اثنين على ستة. فلو عملنا كده هنحصل على ألف دال على ألف ه يساوي ألف ب على ألف ج. دلوقتي نفذ لي اللي كنت بقول عليها من شوية، اللي هي طرح المقدمات وطرح التوالي. لو طرحنا المقدمات ألف ب ناقص ألف دال يدينا إيه؟ ألف ب ناقص ألف دال يدينا مين؟ يدينا ب دال. يبقى لو طرحت المقدمات هينتج لك ب دال. اطرح التوالي. لو طرحت ألف جيم ناقص ألف ه هيدي لك، وطبقا للقاعدة فإن هذه النسبة بتساويها، صح؟ يبقى احنا من هنا ورايح لو نتج معانا شكل زي كده، ممكن نقول إن ألف دال على دال ب يساوي ألف ه على ه جيم. شايفين هذا التناسب؟ هذا التناسب من هنا ورايح هو اللي احنا هنستخدمه على طول من غير ما نلجأ للتشابه من أصله، بمجرد ما نشوف توازي. نفس إقليدس برضو، أنا في إقليدس قلت لك إيه؟ مدام أنت حافظة نظرية إقليدس وحافظة نصها، ممكن تجي لك مسألة في إقليدس وأنت مش بحاجة إلى إثبات التشابه بالكامل عشان تقولي إقليدس جابها منين. لا لا لا، مدام حافظة نص إقليدس طبقي إقليدس مباشرة. إحنا هنا هنعمل في الوحدة دي كلها حاجة مشابهة. التناسب ده نتج في الواقع من التشابه، صحيح؟ بس إحنا مش في كل مرة بقى هنقعد نستنتج النسبة النهائية دي اللي هي طلعت من مطروح المقدمات على مطروح التوالي، إن إحنا نعمل التشابه من أول وجديد. لا، من هنا ورايح بمجرد ما نشوف توازي، إذن هذه الخطوط المتوازية قسمت الأضلاع إلى أجزاء متناسبة. يعني ألف دال على دال به يساوي، خد من الشمال زي ما خدت من اليمين، يبقى تساوي إيه هنا؟ ألف ه على ه جيم. وتقدر تطلع تناسبات كثيرة. بصوا دي به دال على به دال على به ألف هتساوي إيه؟ جيم ه على جيم ألف، صح؟ زي ما خدت يمين تاخد شمال. بس أنا قلت إيه؟ أنا قلت به دال على به ألف، يبقى أخذ إيه هنا؟ جيم ه على. طيب أفرض ضفنا ضلع آخر يوازي القاعدة أيضا وسمناه لام نون، فإحنا كده ممكن نكون مجموعة كبيرة جدا أخرى من التناسبات. لو قلت ألف دال على دال لام تساوي ألف ه على ه نون، لو قلت ألف لام على لام به تساوي ألف نون على نون ه، لو قلت ألف دال على لام به هتساوي إيه هنا؟ ألف ه على نون جيم. من الآخر إحنا خلاص مش هنلجأ للتشابه في إثبات تناسب الأجزاء. إحنا من الآخر التوازي هو هيبقى بطل الليلة بتاعتنا دلوقتي بديلا عن التشابه. يبقى زي ما التشابه بيعمل تناسب، التوازي أيضا بيعمل تناسب. هو في الواقع التوازي عمل تشابه والتشابه عمل تناسب، بس احنا خلاص هنسقط الخطوة اللي في النص دي، هي الإثبات زيها زي إقليدس، بس خلاص أصبحت معلومة بديهية عندنا. مجرد ما نشوف توازي نخش على التناسب على طول دون ذكر التشابه. آدي الدرس بتاع النهارده، تمام؟ يبقى احنا خلاص مش هنلجأ لإثبات التشابه من هنا ورايح. بدان في توازي، التوازي ينشئ تناسب. يبقى احنا عندنا التشابه ينشئ تناسب، صحيح؟ ده اللي احنا خدناه. والتوازي ينشئ تشابه، فالتشابه ينشئ تناسب، فالتوازي ينشئ تناسب على طول. أتمنى كلام يكون واضح.
والنبي فاهمين بجد الكلام. تمام، يبقى أول ما هنشوف توازي من هنا وراح يا أستاذ هيبقى فيه تناسب. إذا لو عند حضرتك مثلث، أو سيبك من مثلث خالص، ده لو مش مثلث أصلا، يعني بصوا ده بيوازي ده بيوازي ده بيوازي ده، دول عدة أضلاع أو عدة خطوط متوازية، وقطعهما قاطعان، آدي قاطع وآدي قاطع. خد بالك مفيش مثلث مكون، مفيش مثلث مكون، بس في تناسب حينشا. نعم فضلي. جميل جدا جهاد، بتقول النظرية. يبقى إذا وجد عدة مستقيمات متوازية وقطعها قاطعان، فإنها أي المستقيمات تقسمها إلى أجزاء متناسبة، وحضرتك بقى على حسب ما تاخذ التناسب الأيمن تاخذ زي التناسب الأيسر. فلو سمينا النقطة دي واو لام عين ميم، وسمينا النقاط دي كاف دال طه نون، أنا هقول حاجة وأنتوا قولوا لي بتساوي إيه. تمام كده؟ واو لام على لام ميم تساوي كاف دال على كاف طه، كاف دال على كاف نون. أنا نسيت أنا قلت إيه والله. أنا في الواقع نسيت، بس هحاول أفتكر. لام عين على عين ميم، لام عين على عين ميم تساوي دال طه على طه نون. واو ميم على لام عين، كاف نون على دال طه، وتقعد انت ممكن تستنتج عدد كبير جدا من التناسبات، بس زي ما تاخد شمال تاخد يمين. طيب النظرية دي اللي فيها خطوط متوازية وأجزاء متناسبة، تفضلي، اسمها نظرية تاليس. نظرية تاليس، عشان بس ايه في عايزة حاجة الدبان؟ طب المروحة تمشي الدبان؟ لا يا استاذ. طب نشوفها يمكن تمشي، ان شاء الله تمشي. اطفي النور ونجيب منشه نشي بيها بقى على الدبان. لا خلاص، ما عشان بس الدنيا تبقى واضحه، صبوره لازم تبقى واضحه. خلي بالكم معايا يا اي، النظريه اللي انا بتكلم فيها دي بتاعه الاجزاء المتناسبه اسمها نظريه تاليس، اسمها نظريه تاليس، اللي هو الجزء المصغر فيها او ابسط شكل ليها ان هو يكون فقط عباره عن مثلث وفي قطعه مستقيمه واحده بس موازيه للقاعده، دي ابسط حاجه. انما لما يكون عده مستقيمات متوازيه يبقى انت امام نظريه اسمها نظريه تاليس. يبقى تاليس قال عندما يقطع مستقيمان عده مستقيمات متوازيه فان الاجزاء المحصوره بين هذه المستقيمات المتوازيه تكون متناسبه، تكون ايه متناسبة. دي نظرية تاليس العامة. في نظرية التاليس اسمها نظرية تاليس الخاصة، خدتوها في اولى اعدادي من غير ما يتقال لكم ان النظرية دي اسمها نظرية تاليس الخاصة. ايه بقى ايه الخصوصية في تاليس الخاصة عنها في العامة؟ في تاليس الخاصة تاليس قال ان لو احد القاطعين، يا جماعة الاثنين اللي بالاسود دول اسمهم القاطعين، والخطوط اللي بالازرق هي الخطوط المتوازية، جميل، كلهم دول متوازيين، ده بيوازي ده بيوازي ده بيوازي ده. تاليس في نظريته الخاصة قال لو احد القاطعين الاجزاء المحصورة ما بين المستقيمات متساوية، فده هيؤدي الى ان الاجزاء المحصورة على القاطع الاخر تكون ايضا متساوية. صح ولا غلط؟ لازم يحصل كده. طب ليه لازم يا استاذ؟ خد بالك، لو انا كده قلت ايه واو لام على لام عين هتطلع بكام في تاليس الخاصة؟ هتطلع بواحد، برافو عليك، لان القيمتين دول مالهم متساويين، فالقيمة على نفسها، القيمة على نفسها ايا كانت، انا ما كتبتش ارقام حتى الان، بس انا متأكد ان ايا كان
القيمة على نفسها تدي تدي واحد. وبما ان من تليس العامة من تليس العامة بما ان واو لام على لام عين لازم تتساوى مع كاف دال على دال ضه، يبقى كاف دال ودال ضه لازم هم كمان يكونوا متساويين علشان ينتجوا زي ما انتجوهم واو لام على لام عين. يبقى اذا لو احد القاطعين الاجزاء المحصورة عليه متساوية ده هيؤدي الى ان القاطع الاخر لازم الاجزاء المحصورة تكون متساوية. بس خدوا بالكم انا ما بقولش ان الاجزاء دي هتساوي مع الاجزاء دي، انا بقول الاجزاء المحصورة على القاطع الايمن تساوي بعضها والاجزاء المحصورة على القاطع الايسر تساوي بعضها، لكن مش بستلزم ان الاجزاء دي تساوي الاجزاء دي. انتوا فاهمين ازاي؟ يعني مثلا ايه 5 على 5 تساوي 6 على 6، صح، علاقة صحيحة برغم ان الخمسة لا تساوي الستة، بس هنا كله خمسات وهنا كله ستات عشان لما اقسم خمستين على بعض يديني واحد ولما اقسم ستتين على بعض يديني واحد ايضا. يبقى احنا ما بنستلزمش تساوي الاجزاء المحصورة عند كل قاطع، تمام. يبقى اذا اللي ادى الخصوصية في ينهار اللي ادى الخصوصية لنظرية تاليس ان احد القاطعين ان الاجزاء تكون مالها عليه متساوية، فالاجزاء على القاطع الاخر هتكون متساوية. تعال ندي ارقام كده، نرجع لمثلثنا البسيط اللي هو ابسط شكل في تناسب الاضلاع اللي كنا بنشتغله احنا اصلا مع التشابه. لو قلت ده بواحد وده باثنين فان الف دال على دال ب تساوي واحد الى اثنين او على اثنين، والف دال على الف ب بكام؟ واحد الى ثلاثة، صح؟ علشان انت لما بيبقى معاك نسبة معينة بتجمع النسبتين. طب ب دال على ب الف اثنين على ثلاثة، ب دال اثنين على ب الف ثلاثة، يبقى اثنين على ثلاثة، صح؟ هسأل سؤال، مساحة المثلث ألف دال ه على مساحة المثلث ألف ب ج كام إلى كام؟ واحد على تسعة. غلط. برافو برافو، أي واحد على تسعة، لأن النسبة نروح الأولى بقى، النسبة بين المساحات هي مربع معامل التشابه، وخد بالك إن معامل التشابه هنا مش واحد على اثنين، واحد على ثلاثة، لأن أنا لما بقول تشابه يبقى بتكلم عن المثلثات. يبقى إذن ضلع المثلث الصغير هو ألف دال، ضلع المثلث الكبير هو ألف به، صح كده؟ إنما واحد على اثنين دي واحد على اثنين لا الله يشوف المحرف لا تمثل مساحة المثلث الكبير على مساحة المثلث الصغير أبدا، تمام؟ طب هسأل سؤال، ما نسبة مساحة المثلث الصغير إلى مساحة شبه المنحرف؟ واحد على أربعة. جات ازاي؟ انا عايز نسبة يا فندم، انا عايز نسبة. مش انت دلوقتي حالا جبتي نسبة مساحة المثلث الصغير ألف دال ه إلى مساحة المثلث الكبير ألف ب ج، وانت يا آية بنفسك قلتي واحد على تسعة. برافو عليك، صح؟ صح. يبقى احنا هنفرض ان مساحة المثلث الصغير بواحد سين او واحد كاف، عشان دي مش المساحات الفعلية، ده دي نسب، ومساحة المثلث الكبير تسعة سين او تسعة كاف، يبقى مساحة ده واحد سين، مساحته كله تسعة سين، يبقى نسبة مساحة شبه المنحرف واحد انا اسف 8 سي، صح؟ فكده ايوه طرحناها، تمام. يبقى اذا مساحه ده الى مساحه شبه المنحرف واحد سين الى 8 سين، والسين هتروح مع السين اصلا لانها حاجه فرضيه كده كده بتروح، فالنسبه النهائيه كنسبه واحد الى 8. هسال سؤال ثاني، هتجيبيها ازاي وانت ما عندكيش اطوال فعليه للاضلاع او مساحه اي منهم؟ انت اللي عندك فقط نسبه،
إذن لا تستطيع إيجاد القيمة الفعلية للمساحة، صح؟ عشان ما فيش أي شيء يدل على قيم فعلية، كل اللي قدام الواحد والاثنين دول مش أضلاع فعلية، دول عبارة عن نسب مش أكتر. لكن الواحد والاثنين دول كانوا كام أصلاً ما أعرفش. طب عندك مساحة الصغير ما عنديش كمساحة كقيمة فعلية، عندك مساحة الكبير ما عنديش برضو، يبقى كلها هتعامل معاه إيه؟ النسب، صح كده؟ يبقى غلط أعمل مع نسب. هسأل سؤال ثاني، نسبة مساحة شبه المنحرف، نسبة مساحة شبه المنحرف إلى مساحة المثلث الكبير 8 إلى 9، صح كده؟ لأن نسبة، بقول نسبة مش قيمة، نسبة مساحة شبه المنحرف 8 سين، نسبة مساحة المثلث الكبير 9 سين، فتمانية سين على 9 سين الرمز كده كده بيروح في النسبة، يبقى 8 إلى 9. إذا نسبة مساحة المثلث الصغير إلى الكبير 1 إلى 9، الصغير إلى شبه المنحرف 1 إلى 8، شبه المنحرف إلى الكبير 8 إلى 9، الكبير إلى شبه المنحرف 9 على 8. تمام كده القصة دي؟ تعالوا ناخد تمرين على هذا الكلام. هسأل سؤال، نسبة طول الضلع ده إلى الضلع ده كام إلى كام؟ لا لا، الضلع دال هي على الضلع به جي، قلت 1 على 3. ليه؟ نفس معامل التشابه، نفس كده معامل التشابه، ومعامل التشابه مش 1 على 2 خالص. احنا زي ما اتفقنا ان معامل تشابه ضلع المثلث الصغير على الضلع، انما ده مش ضلع للمثلث الكبير ابدا، ده ضلع الشبه المنحرف، استفيد بيه في النسبة مش اكتر. يبقى اذا معامل التشابه هو ألف دال على ألف ب، أو ألف ه على ألف جيم، أو دال ه على ب جيم، أهم صحيح اللي طلعوا من 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 التشابه اللي احنا عملناه في البداية. يبقى إذا معامل التشابه هنا 1 على 3، يبقى قسمة أي ضلع على نظيره 1 على 3، يبقى المحيط على المحيط 1 على 3، يبقى المساحة على المساحة 1 على 9. تمام كده يا بنات؟ طيب نشوف تمرين على هذا الكلام، اتفضلي. الثمانية دي جات من طرح نسبة مساحة المثلث الكبير ناقص نسبة مساحة المثلث الصغير عشان ننتج نسبة مساحة شبه المنحرف. تمام؟ المثلث الكبير يا دنيا نسبته ايه؟ والصغير 1، مش احنا قلنا 1 إلى 9 صغير إلى كبير؟ اديهم رموز، يبقى ده 9 سين وده 1 سين. عايز اجيب نسبة مساحة شبه المنحرف. هنا مساحة شبه المنحرف عبارة عن مساحة المثلث الأكبر ناقص مساحة المثلث الأصغر، يبقى 9 سين ناقص 1 سين يدينا جميل. يلا ناخد تمارين على هذا الكلام، انهل بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يعني انا اعتبر اديت فكره على الدرس الثاني فقط، اديت فكره على الدرس الثاني فقط، يعني فكره بسيطه على تمييز تمارينه. هنبدا تمارين، اي تمارين تليس ايه يعني زي الناس. ايوه، وشرحنا تليس كمان الوقت الافكار بقى. مش احنا المفروض ناخد ده في ده حصة وده في حصة، ناخد شرح ده وتمرينه في حصة وشرح ده في تمرينه في حصة؟ احنا هناخدهم في حصتين، اي نعم، بس انا بشرح الحاجات المرتبطة ببعض اولا وبعدين ناخد تمرين وافكار عليهم هما الاثنين. الشكل الاولاني
اسمه ألف ب جيم. رسمت قطعة مستقيمة توازي القاعدة اسمها دال ه، وهي توازي هذه القاعدة. الجزء ألف ه بأربعة، الجزء ه جيم باثنين، الجزء ألف دال بثلاثة، الجزء دال ه بنص سين ناقص واحد. تفضل تدخل، تفضل يا ضحى، خلي يا بنتي خشي جوه، خل شيء أمير يا زهر. عليكم السلام يا منار، في الببره. الشكل الثاني اسمه برضو ألف ب جيم ه، وهنا دال، ودي قطعة مستقيمة موازية للقاعدة. ده كله بأربعة وعشرين سنتي، والحتة الصغنونة دي باتنين سنتي، أنا آسف باتنين سين. ده كله بتمنتاشر سنتي، والحتة الصغنونة دي بستة. السؤال: اوجد قيمة سين في كل من الأشكال الآتية دون اللجوء للتشابه. طبعا حنشتغل على طول، المستقيمات المتوازية تؤدي إلى أجزاء متناسبة. تفضل. تمام، مين يحل لنا أول واحدة؟ خد بالك معك في التناسب اختيارات كثيرة، يعني ممكن أخذ الحتة دي على الحتة دي تساوي ده، أو ده كله على الحتة دي تساوي ده كله. المهم إن أنت زي ما خدت يمين تاخد شمال بما يخدم المعطيات عندك. تفضل يا رندا. ألف دال على دال ب يساوي لا يساوي إيه هناك؟ أنا أفهمك والله العظيم. تمام، تساوي ألف ه على ه ج. اختيار ممتاز يا رندا، يلا عوضي بقى في اللي أنت قلتي بيه. يبقى أنت قلتي ألف دال يبقى ثلاثة على نص س ناقص واحد يساوي أربعة على الاثنين فيها اثنين على واحد بعد الاختصار. يا سلام، جميل، طرفين وسط. إيه نقول الخاصية دي؟ إحنا بنستخدمها هنا في الوحدة دي كتير جدا جدا، زي في التشابه برضه كنا نعملها المقصات، صح؟ تفضل يا رندا. نص س ناقص واحد بتساوي اثنين. هو احنا بنساوي الطرفين ببعض. طب اضربي. ايوه انت بتقولي بتساوي اثنين. لا وزعيها. ماشي، نص في اثنين، نص في اثنين باربعة، نصين، نص ونص، بس كده اثنين تروح مع اثنين يبقى واحد سين، واثنين في سالب واحد سالب اثنين طرفين. حل المعادلة. برافو عليك، يبقى سين تساوي خمسة سنتيمتر. مين يحل دي؟ وبرضو اختيارات التناسب كلها متاحة بالنسبة لك يا علا. تفضلي. 18 على كام؟ دي 6. أنا آسف أنا اللي مش موضح. 6 يا فندم. يبقى أنت هتاخدي ألف ب على دال ب، فهتاخدي هناك اختيار ممتاز. واحد تاني يقول لك لا لا أنا هاخد ده على ده يساوي ده زي، لا ينفع ينفع. بصي بس هو هيتعب نفسه، بس ينفع. هيقول ايه؟ هيقول هي الحتة دي بكام؟ ب 12، لأنها عبارة عن 18 ناقص 6 يبقى 12 على 6 تساوي. طب ما الحتة دي بكام؟ دي ب 24 ناقص 2 س. فاكرين لما كنا بنعبر عن الجزء والكل بدلالة الآخر؟ بدلالة الآخر. فإذا لو ألف جيم بالكامل ب 24 وه جيم فقط ب 2 س، يبقى ألف ه ب 24 ناقص 2 س. في بعض المسائل بتبقى مضطر تعمل كده، انما دي لا، لانها جاهزه للطريقه اللي عملتها علا، ان احنا ناخد ده كله على ده بما ان ده كله موجود يساوي ده كله على ده بما ان ده كله موجود.
تفضل يا علا. 18 على 6 تساوي 24 على 2 س. ممكن نختصرهم الأبسط صورة عشان نسهل الدنيا. نقسم على 6 فيها ال على 6 فيها ال على 2 فيها ال 1 على 2 فيها ال 12. الآن طرفين وسطين في منتهى الصورة. جميل جدا. 3 س تساوي 12. جميل جميل. تمام. أظن الشكل ده خلاص خلصنا منه. دلوقتي هعرض عليكم شكل آخر كنا بناخده في التشابه، دلوقتي هنقوله مع التناسب اللي احنا بنعمله على طول بالتوازي دون المرور بخطوة التشابه. احنا قلنا ايه؟ التوازي بيؤدي الى تشابه، فالتشابه بيؤدي الى تناسب. احنا هنعمل قفزة على التشابه، هنعمل قفزة على التشابه. تفضل. لو ما فيش اهدوا شويه يا بنات، يا بنات وطوا صوتكم معلش شويه. تاخدي سيلفي. اقعد اقعد. تمام. سؤال جميل، سؤال جميل. آية تسأله تقول لو في تشابه بس ما في شيء توازي، يروح واحد يسأل يقول اللهم للتشابه نتج منين؟ ما هو التشابه ليه صرف تانية غير التوازي. ممكن يكون في زاويتين بيساوا بعض بس مش بالتنافر ولا بالتبادل، أو ثلاث أضلاع متناسبين زي حالة التشابه اللي خدناها. ساعتها هينشأ تناسب ولا لا؟ طبعا هينشأ تناسب، طبعا هينشأ تناسب من التشابه ذات نفسه. أي تشابه ينشئ تناسب، سواء كان هذا التشابه ناشئ من توازي أو لا، المهم إن في تشابه. التشابه ينشئ تناسب. احنا دلوقتي بنقول احنا عندنا صرفة تانية لإنشاء التناسب وهي مجرد التوازي، لكن في الواقع التشابه في حد ذاته بينشئ تناسب حتى لو ما كانش مستند على توازي. صح؟ ده مش توازي، ده لو انت مثلثين منفصلين عن بعض اصلا، مثلثين منفصلين عن بعض بس متشابهين، هينشئ تفضل هينشئ ما بينهم تناسب برغم ان هم اصلا بعاد عن بعض وكل واحد في مكان مختلف وما فيش ما بينهم توازي. اذا خلاصة القول، التوازي ينشئ تشابه، فالتشابه ينشئ تناسب، والتشابه في حد ذاته الغير مستند على توازي ينشئ أيضا تناسب. كل ضلع على نظيره يساوي نسبة واحدة اللي هي معامل التشابه. يا جماعة وبعدين مش عارفة أتكلم، وعدوا بهدوء لحد ما معاد حسيتكم يبقى. لو سمحت لو سمحت مش عايزين نزعج، قاعدين بهدوء تفضلوا كده لحد ما حسيتكم تبدأ. طيب فاكرين الشكل ده شكل الساعة الرملية؟ شكل الساعة الرملية كان أيضا بيعمل تشابه، والتشابه هيعمل تناسب. طيب اللي سبب التشابه هنا كان توازي الضلعين دول، اللي خلى الزاوية دي متساوية مع الزاوية دي بالتبادل، واللي خلى الزاوية دي متساوية مع الزاوية دي أيضا بالتبادل، واللي خلى الزاوية دي متساوية مع الزاوية دي بالتقابل. فهنا حصل تشابه، والتشابه أدى إلى تناسب. إحنا هنعمل قفزة على خطوة التشابه ولن نذكرها، ونقول من هنا ورايح أول ما نشوف توازي يبقى خلاص في تناسب على طول. طب التناسب هنا ما بين مين ومين يا أستاذ؟ خذوا بالكم، لو أنا سميت مثلا عملت رموز هنا ألف ب جيم دال وهنا إيه؟ ه. بصوا بقى، ألف جيم على جيم دال يساوي ب. بص أنت بدأت من مين؟ لا بدأت من مين؟ في البداية الأولانية بدأت قلت إيه؟ ألف. يبقى لما تاجي تبدأ البداية الثانية تبدأ برأس موجودة في نفس المثلث اللي فيه الألف اللي هي مين؟ يبقى ب جيم على جيم ه. تمام. طيب ده جه منين؟ جه منين؟ ما التناسب ده جه منين؟ ما هو جيم التشابه اللي ناشئ من التوازي. صح؟ احنا لو شبهنا المثلثين دول هنقول ان المثلث ألف جيم ب
يشابه المثلث دال جيم ه بتناظر الأضلاع، أو يعني اللي سبب التشابه هنا ميم، الزوايا المتساوية بالتبادل. ألف تناظر ميم، أقصد تناظر، تناظر مش بالتناظر اللي هو حرف الإف، تناظرها يعني مقابلها، لكن هي بالتبادل أصلا. وه متناظرة مع ب، وجيم متناظرة مع جيم برضو، اللي هي يعني ألف ألف جيم ب متناظرة مع ه جيم دال، أو متساوية معها بالتقابل بالرأس. يبقى احنا لو قلنا مين المثلثين المتشابهين هنا، هنقول ان المثلث ألف جيم ب يشابه المثلث دال جيم ه. ولما نكون تناسب الأضلاع زي ما عملنا المرة اللي فاتت استنادا للتشابه، حينتج لنا ان ألف جيم على دال جيم يساوي جيم ب على جيم ه يساوي ألف ب على دال ه. صح صح ولا غلط؟ فازاي بقى هتنتج النسبه اللي انت قلتها يا استاذ؟ انت قلت الف جيم على جيم اهي اهي تساوي ب جيم على جيم اهي، وبيساوي كمان القاعدتين على بعض اللي هو الضلع الثالث في التشابه. كشر تمام. طيب افرض رحت ضايف هنا قطعة مستقيمة موازية لإخواتها اسمها واو ه، فكده زادت إمكانات التناسب. أخليها ايه؟ فيها ايه؟ ماشي تمام. واو لام، واو لام توازي ألف به وتوازي أيضا ه دال، فإداني إيه؟ إداني اختيارات أكثر في التناسب. أنا هقول حاجة وأنتوا كملوا لي، هقول ألف واو هي مرسوم شمس لا مش هعمل، هم على بعض، هم كده على وضع، مش لازم يكون في مثلث ثاني هنا. مش فاهم. طب انا هقول لكم على حاجه، انت قدام ثلاث مثلثات متشابهه، انت قدام ثلاث مثلثات متشابهه. اولا المثلث جيم واو لام يشابه المثلث جيم الف ب استنادا للشكل ده، صح؟ سيبك من ده خالص، سيبك من تحت خالص، انت هنا قدام الشكل ده، قطعه مستقيمه في وسط المثلث وازت القاعده فقسمته الى مثلثين متشابهين، مثلث صغير ومثلث كله، صح؟ طيب المثلث ده كله، مش احنا قلنا من شويه انه بيشابه لتحت، واحنا قلنا قاعده في بدايه التشابه ان المثلثان المشابهان لثالث متشابهان، يبقى ما دام انت بتشابه ده وده بيشابه ده، يبقى انت صغير بتشابه ده انت كمان، صح؟ وده ممكن نستنتج ببساطه شديده جدا لو مسحنا الجزء ده فرجعنا لشكل الساعه الرمليه ثاني على المثلث ده مع ده، يبقى انت قدام ثلاث مثلثات متشابهه مثنى مثنى. يعني ايه مثنى مثنى؟ يعني كل واحد فيهم بيشابه الاخر، زي نظريه اقليدس، كان عندنا ثلاث مثلثات متشابهه مثنى مثنى، اليمين والشمال والكبير، صح؟ فانا هقول تشابه، هقول نسبه وانتوا تردوا عليا بالنسبه التي تساويها. هقول الف واو على واو دال كله يبقى به لام على به بالكامل، تمام. هقول ألف واو على جيم دال هتبقى به لام على جيم ه، وتقعد حضرتك تطلع تناسبات كثيرة بحسب اللي انت عايزه واللي انت عايز تحله في الموقف. يبقى من الأشكال المشهورة جدا الآن الشكل ده وشكل الساعة الرملية. ايه فيه؟ ايه يا ضحى عايزة ايه؟ عايزاني في ايه؟ تفضلي يا ضحى. تعالوا نشوف مثال آخر. Thank you.
دال ه ألف ب جيم دابي وذدة اثنين ثلاثة ستة سهلة دي حتى حاطيني كده تقول ألف جيم عايز تقول ألف جيم بكام؟ ألف جيم مين يجيب لي ألف جيم؟ قولي جهاد يا آي يا آي لحقت نفسي تفضلي ثلاثة على ستة تساوي اثنين على سين ايوه نص ما هي اختصرت دي خليتها نص جميل نبص دي الحته دي في سين الحته دي ب 12 الحته دي ب 3 الحته دي بسين زائد 5 وده بيوازي ده الواو يوازي ه ب سؤال اوجد قيمة س اوجد قيمة س دي بثلاث ه ب ما ولا ب بتعدي راه اي كلام قول يا دنيا هنقول سين على 12 جميل يبقى سين على 12 تساوي 3 على سين زائد 5 كملي جميل هنعمل طرفين وسطين وهنضرب بالتوزيع يبقى سين تربيع زائد 5 سين تساوي جميل ده اكيد احنا في بعض المسائل هتلاقي نفسك قدام معادله من الدرجه الثانيه تحلها بالتحليل وهنرفض السالب طبعا جميل جدا لان احنا في الهندسه في نطاق الهندسه ما فيش اطوال اضلاع تكون بالسالب كمل يا دنيا هتدخلي 36 جوه ده س تربيع زائد 5 س جميل يبقى س هنا تساوي سالب 9 والكلام ده مرفوض عشان ما عندناش اضلاع بالسالب وسين هنا تساوي 4 سنتيمتر وهي المقبولة يبقى سين هنا بأربعة ايه اللي دي بأربعة لما نجيب أطوال الأضلاع جميل لو احنا عوضنا بقيمة سين يبقى ده بأربعة واربعة زائد خمسة يبقى ده بتسعة ولو عملت هنا أي ناتج هتطلع لك ناتج صحيح تمام طيب بصوا حد كده ملحوظة بسيطة على عكس النظرية عكس النظرية بتقول ايه او يعني خلينا نقول النظرية تقول ايه النظرية بتقول حيثما وجد التوازي فإنه ينشئ تناسب عكس النظرية بيقول حيثما وجد التناسب فإنه ينشئ توازي عارفين زي ايه
زي لما خدنا التطبيقات بتاعت التشابه في الدائرة، كنا بنقول لو دي دائرة وتقاطع فيها وترين يبقى حاصل ضرب جزء الوتر ده في جزء الوتر ده يساوي حاصل ضرب جزء الوتر ده في جزء الوتر ده. عكس الكلام لو ما عندكش دائرة أصلا، عندك قطعتين مستقيمتين متقاطعين وانت لقيت ان حاصل ضرب الجزء ده في الجزء ده ساوى، يبقى في دائرة تمر بالرؤوس الأربعة. الكلام ده هنطبقه هنا، النظرية وعكسها. احنا هنا كنا نلاقي قدام عينينا التوازي، التوازي بيكون معطى، فاحنا نستنتج التناسب ونحله ونستفاد منه. دلوقتي التوازي هو اللي مطلوب إثباته. تفضل، هيبقى مطلوب من حضرتك إثبات التوازي. طب ازاي أثبت التوازي؟ بإثبات ان في تناسب. اكفل الباب يا مناط. ازاي تثبت التوازي؟ بإثبات ان هناك تناسب. حيثما وجد التوازي وجد التناسب، حيثما وجد التناسب وجد التوازي. يعني العلاقة علاقة عكسية ما بينهم هما الاثنين. انا هرسم شكل وتقولوا لي هل ده متوازي ولا لا. ايه فيه؟ ايه يا منار مالك؟ يا جماعه مالكم كده؟ حاضر والله العظيم. نشوف الاخوه الاعداء دول ايه حكايتهم. مالكم يا بابا؟ طيب ماشي ماشي، انا غلطان. ده شكل الساعة الرملي، بس انا مش هقول لك ان ده بيوازي ده. انت تكتشف بنفسك. خد بالك، لو السؤال بيقول اثبت ان ده يوازي ده فهو لازم يكون متوازي. لو السؤال بيقول لك بين، هل، حدد، يحتمل نعم او لا. تمام، ده اسمه دال وده اسمه ه وده اسمه الف وده اسمه ب وده اسمه جيم. الجزء ده ب 2 سنتي، الجزء ده ب 6 سنتي، الجزء ده ب 3 سنتي، الجزء ده 9 سنتي. السؤال هل ده اله، هل ده اله يوازي به جيم ام لا ينهال، ام لا ينهال. دال ألف على ألف جيم. لا هاتيها دي الأول، هاتيها لوحديها يا عم، ما نسويهم ببعض. لا لا لا، إحنا مش عارفين إنهم بيساووا بعض، إحنا عايزين نثبت ذلك. زي ما كنا بنثبت تناسب الأضلاع في التشابه. والله أنت يا فندم أنت بتثبت تشابه أصلا، أنت بتثبت تشابه بتناسب. طب أنت بتناسب كم ضلع؟ ضلعين بس. طب ما ضلعين بس ما يثبتوش تشابه، ما هو هنا زاوية محصورة بينهما، فدي الحالة الثالثة في إثبات التشابه لو تفتكروا. ضلعين والزاوية، الحالة الميكس المختلطة ما بين الأضلاع والزوايا. إحنا التشابه بيحصل إذا تساوت الزوايا جميعا، أو على الأقل زاويتين، أو تناسبت الأضلاع جميعا الثلاثة، أو تناسب ضلعين مع تساوي قياس الزاوية أهو. يبقى إحنا هنا في الواقع بنثبت تشابه، والتشابه هيؤدي الى التوازي. برضو عملنا قفزه على خطوه مين؟ التشابه. يبقى احنا في النظريه وعكسها، خلاص ما بقيناش نجيب سيره مين؟ التشابه. يعني بنقول ايه؟ اذا حيثما وجد التوازي وجد التناسب. هو في الواقع حيثما وجد التناسب التوازي وجد التشابه، فوجد التناسب طبقا له. وهنا نفس القصه، حيثما وجد التناسب أثبت التشابه، والتشابه أدى. طب إزاي التشابه هيؤدي إلى توازي؟ لما هيحصل التشابه هتبقى الزاوية دي مساوية للزاوية دي من التشابه، وهما في وضع تبادل فيحصل التوازي. فهمتني؟ اتفضلي أنها. يبقى دال ألف على ألف جيم تساوي 2 على 6، باختصارها الأبسط صورة تساوي 1 على 3. الله ينور عليك. هيه ألف على ألف ب تساوي 3 على 9، وباختصارها إلى أبسط صورة تساوي 1 على 3. تمام تمام ينهال كده. نقول له بما أن دال ألف
على ألف جيم يساوي ه ألف. ده اله. انت عارف، برافو عليك. انت عارف ان المساله دي كانت ممكن تيجي لك في الوحده اللي فاتت بنفس نص عقيده واقول لك اثبت التوازي، صح؟ بس كنت انت حضرتك بما انك مش ما تقدرش تعمل قفزه، كنت هتتكلم عن الزاويه المتقابله بالراس، فتقول ان هو كده اثبت التشابه، ومن التشابه هتقول ان الزاويتين دول اصبحوا متساويين وهما في وضع تبادل، إذن أثبت التوازي. يبقى الوحدة الثانية ما هي إلا اختصار لكل ما يتعلق بالتشابه، لكن أنت بتاع الوحدة الأولى، لكن أنت أصلا شغال على توازي وتناسب، توازي وتناسب. حلقة الوصل ما بينهم والله هي التشابه، حلقة الوصل اللي بتوصلك من دلدة أو من دلدة، ولكن إحنا هنا بنعمل لها تخطي على سنها تم إثباتها بديهيا، فمش هتكلم عليها تاني. يبقى المسألة دي كانت تجي في الوحدة الأولى، كانت تجي في الوحدة الأولى، كانت تقول انت ده على ده زي ما انها قالت تساوي ده على ده، وقياس زاوية ده الالف ه تساوي قياس زاوية به الف جيم وهما في وضع تبادل، اذن المثلث ده الالف ه يشابه المثلث جيم الف به، ومن التشابه ينتج ان قياس زاوية ده تساوي قياس زاوية جيم، وكده حصل التوازي. معايا؟ ناخذ الوجه الحصة الجاية ان شاء الله نكمل.